كيف اعرف اذا كنت خسرت الياف عضليه ولا مياه داخل العضلات على جهاز الامبادي؟ السلام عليكم، معكم عم شعراوي. اول حاجه، لو انت ما كنتش شفت الفيديو اللي فات اللي انا كنت بشرح فيه ليه جهاز الامبادي بيطلع خساره الياف عضليه، روح شوفه وتعالى كمل الفيديو. اول حاجه احنا هندي مثال وبعد كده هجيب لك امبادي من حد ماشي كيتو دايت وايه اللي حصل معاه بالظبط. اول حاجه، انت هنفرض انك عملت امبادي طلع نسبه العضلات 35 كيلو ونسبه المياه في جسمك 40 كيلو. جيت مر 4 أو 6 أسابيع عملت امبادي تاني طلعت نسبه العضلات 34.5 كيلو، يعني انت كده خسرت 500 جرام عضلات، ونسبه المياه 39 كيلو، كده انت خسرت كيلو مياه. يبقى انت كده خسرت مياه داخل العضلات مش عضلات، لان انت خسرت كيلو من المياه وفي نفس الوقت نص كيلو من العضلات، يبقى 500 مياه من العضلات و500 مياه من بقيه جسمك. على نفس المثال، انت 35 كيلو عضل و40 كيلو مياه، نزلت ل 34.5 كيلو عضل وفي نفس الوقت نسبه المياه 40 كيلو ما قلتش، يبقى انت ساعتها الخساره جت منين؟ يبقى ساعتها الخساره جت من الالياف العضليه. دلوقتي هندي بمثال شخص كان ماشي كيتوجينيك دايت، وهتلاقي الصوره ظهرت بتاعه 3 امبادي. اول امبادي زي ما احنا شايفين كان 28 كيلو عضل و37.5 مياه. قلل الامبادي الثاني الى 27.4 عضل، يعني كده هو خسر 6 من عضلاته، بس لسه لغايه دلوقتي احنا مش عارفين هي مياه ولا الياف عضلي. لو لقينا الميه هتلاقيها نزلت ل 36.6، يعني هو خسر من المياه 9. بالتالي هنا هو خسر 6 من وزن المياه داخل العضلات و3 اللي باقيه من 9 من بقيه جسمه. طيب تعالى نشوف لما استمر في الكيتوجينيك دايت وخلاص الجسم بدا يبقى عنده قابليه ان هو يحبس المياه داخل العضلات، هتلاقي العضلات عنده ارتفعت تاني الى 28.3 ونسبة المياه ارتفعت معاه ل 37.7، فهو هنا زاد مياه داخل العضلات وزاد برضو الياف عضلي. ياريت يكون الفيديو فهمته. اهم حاجة انت بتشوف الامبادي الاول والامبادي التاني هل فعلا نقص العضلات بتاعتك ادت معاها نقص مياه، او خلاص ادام ادت معاها نقص مياه لا يبقى انت ساعتها ما خسرتش عضلات، خسرت مياه داخل العضلات، لا والله العضلات قلت بدون مخسر مياه، لا ساعتها يبقى انت خسرت الياف عضلي. عامه لو انت بتحافظ على البروتين بتاعك 8/10 من وزن جسمك لو انت شخص ما بتعملش رياضه، او من 1.2 ل2 من وزن جسمك لو انت شخص بتلعب رياضه، عمرك ما هتخسر عضلات. ان خساره العضلات دي يعني مرحله صعبه جدا ان الجسم يخسر عضله، واصلا في الاول لو انت حتى قللت البروتين بيبدا تصنيع البروتين من جوه الجسم، وبعد كده يبدا يستخدم العضلات اللي عندك ويبدا يستخدم منها جزء صغير. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، لو انت لسه جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب. لو عايزين تسالوا في اي حاجه اسال تحت في الكومنتات وانا هرد عليكم. شكرا للمشاهده، السلام عليكم. The people that are running at their dreams know that it's possible that you can live your dream. That it's necessary that you're relentless, that you have a plan of action, that you are creative. The people that are living their dream of finding winners to attach themselves to. The people that are living their dreams are the people that know that it's, if it's going to happen, it's up to them. And they're resolving within themselves, it's not over until I win. This is what it takes. You want to know the trick, the magic pill, the magic formula. It ain't one.